وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم في حلقتنا الثامنة من برنامجكم الرمضاني الركن الرابع. وباسمكم جميعا يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر السلمي. السلام عليكم شيخ. حياكم الله. الله يسلمك. الله يجزاك خير. دائما يا شيخ يعني ما تنتهي العبادات برفع درجات الإنسان عند الله سبحانه وتعالى, تحديدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جميل. فنريد أن نتحدث الآن عن القلب. القلب جميل. السليم جميل. كيف يكون القلب سليما؟ تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القلب السليم هو القلب الذي لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا, وينصح إخوانه المسلمين. وهذا الأمر العظيم لا يلقاها إلا الذين صبروا, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما ذاك إلا لأن عبادة السر هي السبب في ثبات الأمر, في ثبات المرء ورجوع ودروكه وبلاغه وبلاغه الدرجات العلى. والله سبحانه وتعالى لو نظرت إلى الناس وكثرة المسلمين منهم لرأيت أن الله سبحانه وتعالى إنما يفضل الناس بما في قلوبهم. ولهذا قال ابن مسعود كما عند الإمام أحمد: إن الله اطلع على قلوب العباد فلم يرى قلبا أخضع له من قلب محمد صلى الله عليه وسلم, فلذا اختاره لختم نبوته. ثم إن الله اطلع على قلوب العباد فلم يرى وزراء خيرا له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فأعرفوا قدرا فإنهم على الخير المستقيم. وعلى هذا فإن القلب الذي يحمل الحقد أو القلب الذي يحمل الحسد أو القلب الذي يحمل الغل والحقد ليس هو القلب السليم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفتش عن قلبه. والغريب أنك تجد الناس ربما جاهدوا أنفسهم علهم يصومون النهار أو يقومون الليل, غير أنك قليلا ما تجد من يجاهد نفسه علّه ينزيل الإحن والبغضاء في نفوسهم. تأتي إلى الرجل فتجده يأتي مسرعا إلى المسجد علّه أن يدرك الصف الأول, يصلي ركعتين ثم يأخذ المصحف علّه أن يقرأ شيئا من الآيات. لكنك تفاجأ أو يفاجأ أن عن يمينه أو شماله رجل كان بينه وبينه لعاعة من الدنيا, فتجد أنه يشق على نفسه أن يمد يديه فيسلم عليه. يا هذا القلب السليم ليس هو أن تأخذ المصحف, ولكن أن لا تحمل حقدا ولا حسدا على أخيك المسلم. واليوم الذي يحصل فيه الشحناء, واليوم الذي يحصل فيه البغضاء, واليوم الذي يحصل فيه هذا, يعلم أن هذا من كيد الشيطان وحزبه, فأنه ينبغي له أن يبعده عن نفسه. محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد غسل الله سبحانه وتعالى قلبه بماء زمزم ثم أرجعه إليه كما في الحديث الذي شق صدره كما في الصحيحين من حديث أنس, يقول عن أصحابه: لا تحدثوني عن أصحابي, إني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم القلب. إذن المسألة ليست المسألة مسألة أنك أن تقول أنا سليم قلبي, أحب لإخواني, وفي قلبك حسد على أخيك, وفي قلبك غل على أختك, وفي قلبك غل على زميلك, وفي قلبك غل على زميلتك. لا, القلب السليم ينبغي أن تفتش عن قلبك, أن تزيل هذا كله. هذا الأمر لا يتطلب يوم ولا يومين, لا شهرا ولا شهرين, يتطلب منا مجاهدة كبيرة جدا جدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من كان يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلى مجتمع بدوي تغلب فيهم العداوة, يغلب فيهم الشحناء, يغلب فيهم حب الدنيا, يتقاتلون لأجل لعاعة من الدنيا, يتقاتلون لأجل فرس يفوز أو خيل يتقدم, يتركون كل ذلك لأجل الله وفي ذات الله, وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمن كان يصدق أن الأوس والخزرج الذين كانوا يقتتلون لأجل لعاعة من الدنيا يتركون كل ذلك لأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. يأتي عبد الرحمن بن عوف المهاجري إلى أخي سعد بن معاذ الأنصاري فيقول سعد بن معاذ: هذا مالي أقسمه نصفين, نصفه لك
ونصفه لي، وعندي امرأتان اختر أيهما شئت فإني أطلقها حتى إذا ما انتهت عدتها تزوجتها. فيقول: بارك الله في أهلك ومالك، دلوني على السوق. هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن نفتش عن قلوبنا. إن انتصار الدين واجتماع الكلمة بين المسلمين أمر تهفو إليه النفوس، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بصلاح نفوسنا وتقوانا أمام الله سبحانه وتعالى، وأن نزيل الإحنة والبغضاء في نفوسنا. الأمر يا شيخ عبد العزيز يتطلب منا جهدا كبيرا، يتطلب منا أملا عظيما، لكن لا بد قبل العلاج أن نعرف التشخيص. مشكلتنا أن كثيرا من الناس يجاهدون أنفسهم في أمور الطاعة، في أمور الظاهرة. نعم، هذه لها درجات عليا، لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن أعظم من أن نغسل نفوسنا بالتقوى، أن نغسل نفوسنا بإزالة الإحن، أن نغسل نفوسنا بإزالة الشحناء. اليوم الذي أنا أجد في نفسي على أخي حينما يتقدم به مال، أو يتقدم به جاه، أو يتقدم به منصب، لا أحمل في قلبي عليه وأجاهد نفسي على ذلك، أتقدم إليه، أرسل له رسالة، أتصل عليه، أدعو له بالتوفيق والسداد، أسجد بين يدي الله وأدعو له حتى يزيل الران في قلبي، حتى يذهب الران عن قلبي، حتى يذهب الحسد عن قلبي. هذا الأمر يتطلب منا عبادات، يتطلب منا اجتهادات. يقول ابن حزم رحمه الله في مداواة النفوس: حتى إني لأكون أعالج نفسي عما فيها من غلل وحقد، يقول: حتى إني لأكون رقيد الفراش. هذا ابن حزم الذي يقول عنه ابن تيمية من أذكياء العالم، وقد نفع أمة محمد بكتبه العظيمة، ومع ذلك يجاهد نفسه في هذا الأمر. هل هذا المسألة ليست بالأمر السهل؟ يقول الحسن البصري: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صوم، ولكن شيء وقر في القلب. لو فتشت عن الصحابة لوجدت تميما الداري العابد المعروف، ولا وجدت أبا ذر، ولا وجدت عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم حتى لا يفتر ويقوم حتى لا ينام، حتى تأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. لكن أين إيمان هؤلاء مع إيمان أبي بكر؟ نعم. لماذا؟ لأننا يجب أن نعلم أن وإن اجتهدنا في الطاعة، وإن اجتهدنا في أعمال الجوارح، لكن يجب أن يكون أعظم اجتهاد نجتهده أن نزيل الإحنة والبغضاء في نفوسنا. اسمح لي شيخ، الآن قد يقول يعني أحد المشاهدين الذين يشاهدون الآن، يقول إن الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الآن ينظر، يقول الآن نزيل البغضاء، نزيل الشحناء، بينما أنه الواقع هذا لن يوجد على الأرض، بدليل أنه أنت تستشهد بما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، وتناسيت أو لم تذكر مثلا المشاكل التي حصلت بين الصحابة، الفرقة، يعني قد عير صحابي صحابيا بأمه إلى آخره. نعم. من وأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا عن وصف. نحن لا نتحدث عن ألا يكون في قلبك غل أبدا. نحن نقول ألا تتعامل بما في قلبك عما في جوارحك. يقول الحسن البصري: ما خلا جسد من حسد، ولكن المؤمن يخفيه واللئيم يبديه. حينما أتحدث عن الصحابة، أتحدث عن الصحابة الذي يقع في قلوب بعض الشيء، لكن سرعان ما يتراجع. أبو بكر رضي الله عنه كما جاء عند البخاري كان بينه وبين عمر بعض الشيء، فجاء أبو بكر يستبيحه فأبى عمر رضي الله عنه، فأتى أبو بكر مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علّه أن يستغفر له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وكان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه مسرعا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني سابق في الخير، سابق بالخير، فقال: أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: يا رسول الله، لقد كان بيني وبين عمر بعض الشيء، فجئت أستميحه فأبى علي، فما إن انتهى أبو بكر من كلامه حتى أتى عمر رضي الله عنه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر غضب حتى كأنما فقئ في وجهه بالرمان. انظر، هذا الذي نريده. حصل بينهم خلاف لكن سرعان ما يتراجع. فجثى أبو بكر على ركبته وقال: على رسلك يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، لا يريد أن يمس عمر رضي الله عنه بكلمة ربما أقضت مضجعه سائر ليلته ويومه. هذا هو الذي ينبغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتموني وصدقني أبو بكر، ما نفعني مال،
ما نفعني مال أبي بكر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي فما أوذي أبو بكر بعدها. نحن لا نتحدث ألا يكون هناك مشاكل، المشاكل طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعهم وتطلب في الماء جذوة ناري، فهذا لا يمكن. لكن الذي يمكن أنه إذا حصلت المشكلة لا ينبغي أن تتعدى مجلسنا، إذا حصلت المشكلة لا ينبغي أن تتعدى يوما، إذا حصلت المشكلة لا ينبغي أن تتعدى شهرا أو أسبوعا. هذا هو الفرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن النفوس ربما تبقى في قلوبها بعض الشيء، يقول يهجر هذا أخاه ويهجر هذا أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ في السلام. إذن المسألة يمكن أن تغضب يوما، يمكن أن تغضب يومين، يمكن أن تغضب ثلاث، لكن فوق ثلاث هذا في نفسي وفي نفسك وفي نفس المستمع المشاهد والمشاهدة في نفسه شيء من الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت عائشة رضي الله عنها وغارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب نسائه، ماذا قال لها؟ قال أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله وعندي شيطان؟ قال نعم. قالوا هل أنت؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إذن المسألة يا أخي عبد العزيز ليست المسألة ألا يكون بينك مشكلة، قد تحصل مشكلة، لكن المشكلة أنه إذا جاءك الناس يريدون أن يستسمحوك من أخيك تقول لا والله أقف بين يدي الله. يا أخي لن نكون أعظم من الصحابة رضي الله عنهم الذين ظلموا وقتلوا ومع ذلك يعفون. الرسول صلى الله عليه وسلم انظر ماذا حصل مع قريش، لا أقول مع مسلمين، مع قريش، يأتي في معركة أحد فيدمى وجهه صلى الله عليه وسلم فيسلت الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كيف جمع بين هذه الكلمة العظيمة في ثلاث أمور؟ أولا عفى عن قومه، الثاني نسب نفسه إليه اللهم اغفر لقومي، الثاني بين جهلهم في سبب فعلهم هذا، قال فإنهم لا يعلمون. إذن هذا في التمس لهم العذر، التمس لهم عذر، ما هم كفار وقاتلوا فما بالك إذا كانوا مسلمين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الله، الذي قال الله فيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح عنهم، فاعف عنهم. إذا المسألة تحتاج منا ألا يكون الإنسان قلبه غليظا، ألا يكون الإنسان قلبه فيه نوع من الإحن. المسألة يا شيخ عبد العزيز تتطلب منا مجاهدة، تتطلب منا معونة. يسأل الإنسان أن يسجد ربه أو يقول اللهم إني أسألك القلب السليم، يسأل ربه يقول اللهم طهر قلبي من الغل والحقد والإحن. المسألة ليست مسألة أنك تجاهد نفسك تتصدق بمئة، تتصدق بألف، تتصدق بكذا، هذا مسألة بسيطة. مجاهدة الجوارح أمرها سهل، لكن مجاهدة القلب هي أعظم. ولهذا إنما يتفاضل الناس يوم القيامة بما في قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. المسألة مسألة نظر إلى القلب. الإنسان قد يحصل بينه وبين خلاف. علي بن أبي طالب حصل بينه وبين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام حتى حصلت معركة، وتعرف معركة الجمل بين علي رضي الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، كلهم يريدوا دم عثمان، لكن علي يرى حتى استتباب الأمن واجتماع الكلمة، والصحابة يخشون أن يذهب دم عثمان ويتفرق بين قبائل العرب، لكن علي كان على حق وهم معهم حق، لكن أولى الناس علي رضي الله عنه. وقعت المعركة، ثم علم طلحة رضي الله عنه فهرب من المعركة وهم لا يريدون، لكن المنافقين الذين مع هؤلاء ومع هؤلاء هم الذين يؤججون الخلاف، فهرب طلحة. فجاء أحد المنافقين فتتبع طلحة بن عبيد الله حتى قتله في بعض الأودية. فلما انتهت المعركة ماذا قال علي؟ قال علي ما خصمه اللي حنا نصور خصمه؟ قال هبوا لي طلحة بن عبيد الله. فبحثوا عن القتلى في بداية المعركة، في أول المعركة، فلم يجدوه. قال هبوا لي طلحة. قالوا ما وجدناه يا أمير المؤمنين. قال والله ما كذبت ولا كذبت، هبوا لي طلحة بن عبيد الله. فذهبوا فبحثوه بعيد عن الأودية فوجدوه مجدلا، فأتى علي رضي الله عنه فضمه إليه والدم يثعب من قلبه ويقول عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في بطون الأودية تحت نجوم السماء إلى الله أشكو عجري وبجري. علي رضي الله عنه الذي كان بينه وبين شيء ناظر ماذا صنع. فلما انتهت المعركة يجلس علي رضي الله عنه على كرسي الخلافة، على كرسي أمير المؤمنين، فينادي علي بن طلحة بن عبيد الله فيقول أدنه
ثم يجلسه على كرسي الخلافة فيقول: والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن المسألة ليست ألا يوجد مشاكل، المشاكل موجودة. الله سبحانه وتعالى عندما قال للملائكة إني جائن في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة؟ قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله: إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يريد منا أننا إذا أخطأنا أن نسارع في الأوبة، أن نسارع في الرجوع، أن نسارع في العودة. هذا هو الواجب علينا. ليست المسألة ألا يقع في قلبي ولا قلبك شيء، لا، المسألة أنه إذا وقع أنك سرعان ما تتراجع. أحمد بن محمد بن حنبل لم يكن ليعظم أمام الخلق الذي يتشرف الواحد منا إذا سئل على أنت على عقيدة من؟ قال: أنا على عقيدة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. لماذا فضل هذا الرجل؟ ألأجل أنه حفظ ألف حديث كما يقول أبو زرعة وغيره؟ لا، وإن كان ذلك له رصيده في تاريخ المجيد وفي سيرته العطرة رضي الله عنه، لكن أحمد بن حنبل إنما وقف موقف قد وقفه الصحابة، وبعضهم ربما لم يقف من مثل موقف أحمد رضي الله عنه. يسجن ويجلد 28 شهرا ثم يخرج من السجن. يقول ابن صالح: حتى إني لا أضع كفي على بعض فجوات ظهر أبي من شدة ألم السياط. يجلس ما يستطيع أن يتكي مثل ما أتكي أنا وأنت يا عبد العزيز، لكنه رضي الله عنه كان صابرا محتسبا. يأتي والناس يسألونه ويجيبهم رضي الله عنه، وإذا رجل حسن البزة والهندام في آخر المسجد، ثم يتقدم إلى الإمام أحمد بعدما خرج الناس منه فيجثو على ركبته فيقول: السلام عليك أبا عبد الله. فيقول الإمام أحمد رحمه الله وهو يجلس جلسة القرفصاء التي يجلس على اليتين وينصب قدميه، فيقول: عليك السلام ورحمة الله يا أخ الإسلام. فيقول: أبا عبد الله استغفر لي. قال أحمد: مما ذاك؟ قال: كنت أحد الشرط الذين يضربونك على لأجل خلق القرآن. تخيل معي يا عبد العزيز، لو أن واحد منا الآن ظلمه شخص وسبب له مشكلة وافتراء، قال له: اسمحني، ماذا كان جوابه؟ قال: والله لا أقف بين يدي الله عندك، والله لن أسامحك، ثم يحاول يجعل القضية، يدين القضية، يشرعن القضية، يؤدلج القضية. أحمد بن محمد بن حنبل هذا الذي سبب تفضيله على الناس. قال: يا هذا أحدث لله توبة. قال: كنت أحد الشرط الذين يضربونك لأجل خلق القرآن، يعني لأجل بدعة كفرية، والذي يقول القرآن مخلوق فهو كافر كما قال أهل العلم. لكن هذا فرق بين المعين وبين الحكم الوصفي كما هو معلوم عند أهل العلم رضي الله عنه. قال: استغفر لي. قال: مما ذاك؟ قال: كنت أحد الشرط الذين يضربونك لأجل خلق القرآن. قال: صالح، وكان ينظر إلى هذا المشهد. قال: فرأيت أبي قد وضع رأسه بين فخذي ثم رفع رأسه وقال: يا هذا أحدث لله توبة. قال: ما جئتك إلا تائبا من ذنبي ومستغفرا ربي، وجئتك أستميحك لحق المخلوق علي. قال صالح: فرأيت أبي قد وضع رأسه بين فخذي وإذا له نشيج. بكى أحمد يبكي الآن، مو بلان الفاعل، مضروب مضروب يبكي. ثم يقول: قم قد غفرت لك، إني لا أحب أن يؤذى مسلم بسببي، إني جعلت كل من آذاني في حل إلا أهل البدع فإن أمرهم إلى الله. ثم التفت إلي وقال: ما يسرك أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟ والله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أحمد بن حنبل تذكر موقف أبو بكر رضي الله عنه. ما هو موقف أبي بكر؟ موقف أبي بكر حينما ابتليت عائشة بما افترى بها عليها المنافقون، وتكلم من تكلم حتى تكلم بعض المسلمين منهم مصطح رضي الله عنه، فتكلم، وكان مصطح يعطيه عمر رضي أبو بكر رضي الله عنه كل شهر خراج، كل شهر مال يعين ليعينه ويعين أهله. فلما تكلم مصطح وجلد حد القذف، قال أبو بكر: والله لا أقطعن ما كنت أعطيه قبل ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وليعفو
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقرأ عليه هذه الآية وقال لا قطعتها حتى الممات. هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه المسلمين وأن يكون عليه الإخوان. اشاهد المحاكم، انظر إلى المحاكم، تجد أن الرجل يرفع القضية على أبيه، تجد أن الأب يرفع القضية على ولده، تجد أن الأخ يرفع القضية على إخوته. كثيرة هي المشاكل التي تكون في المحاكم بسبب ورث، بسبب لعاعة من الدنيا. كل الكبير لا يريد أن يصفي لمصالحه، والصغير يقع في حيص بيس، يقع في ورطة، يقع في مشكلة بسبب ماذا؟ بسبب تعنت الكبير. والأخت تقع في حاجة وفي ضنك، لا زوج يعطيها ولا أخ ولا إخوة يعينونها، وكل ذلك بسبب لعاعة من الدنيا. نعم. هذا هو الذي، ولهذا هي هذه الكلمة وهذا المجلس دعوة إلى تصحيح المسار. نعم. دعوة إلى تقويم العثار، دعوة إلى 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 إزالة الإحن. أخي نحن لا نقع في غفلة. نعم. انظر إلى التواصل الاجتماعي، انظر إلى تويتر، انظر إلى فيسبوك، كم فيه من الشحناء، كم فيه من الهجوم المصطنع، كم فيه من إزالة من إثارة الفتن بين المسلمين. هل هذا هو الواجب؟ هل هذا من السنة؟ هل هذا من الشرع؟ إنه منه بعيد عن الشرع كل الشرع. المشكلة أن الإنسان يا أخي لو أنني جاءتني عن طريق المنشن، هذا اللي يسمونه منشن عن عبد العزيز، تجد أنني أقوم بماذا؟ برتويت إعادة التغريدة. هذا أنا، هل أنا متثبت؟ هل أنا أعلم بذلك؟ لربما أكون أنا مع عبد العزيز الذي اتهم عبد العزيز. لماذا أنا لا أقطع هذا الأمر؟ لماذا لا أضع بلوك على هذا الذي يفتري على إخوان المسلمين؟ بهذا نستطيع أن نبتعد. المشكلة أنك تجد بعض الذين يتكلمون على المسلمين، بعض الذين يتكلمون على الدعاة، بعض الذين يتكلمون على ولاة الأمر، بعض الذين يتكلمون على العلماء، تجد أن المتابعين لهم كثر مع الأسف الشديد. لماذا كثر؟ يقول حتى أي تغريدة أستطيع أن أطلع عليها. نعم. تستطيع أن تطلع عليها بلا أن تكون متابع له، لأنك تعينه على فجوره. نعم. وفسقه، وهو الذي يؤثر على القلب السليم. وحتى دكتور بعض الدعاة أيضا بعد نزلوا ودخلوا هذا المعترك ودخلوا هذا الوحم، لا أحد يطهر، وقسموا المسلمين إلى الأقصى، كلهم لا أحد يطهر. كل واحد يثير الفتن، يثير الشحناء بين المسلمين والفرقة بين المسلمين، يجب أن يوقف على حده، يجب أن يبين له، يجب أن يناصح، يجب أن يبين له. ليست المسألة يا أخي، المسألة نصيحة، يجب أن يقال يا أخي ليس هذا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا على منهج سلف هذه الأمة. يجب أن يبين للناس هذه الأخطاء لأجل تصحيح الأمر. قبل 15 سنة ربما لا نشاهد مثل هذه الشحناء. يا أخي أنت في المسجد تصلي فيسألك السائل من هذا؟ ما هي من هو؟ ما منهجه؟ ما لماذا حصل هذا؟ حصل لأنه حصل فرقة بين المسلمين، لأنه يتكلم الرويبضة بما لا علم، لأن بعض الدعاة ربما يكون في غفلة من واقع الأمة، ربما يكون بعض المنتسبين إلى الخير ربما يكون بعيد عن واقع الأمة. هذا الذي أثر الشحناء وأثر البغضاء بين المسلمين. بالمناسبة يا شيخ، ترى بعض الدعاة يظن أنه أو بعض يعني أتباع الدعاة، دعنا نقول، يظن أنه ترى بمنأى عن كلمة رويبضة يا شيخ. نعم. فيتكلم بأمور العامة وهو لا يفهم بها. هذا المشكلة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ولأجل هذا نحن نطالب بأن نجمع كلمة المسلمين، نجمع كلمة المسلمين فيما بيننا. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. كيف تريد أن تتألف قلوب المسلمين على قلب واحد وأنت تجد من يتهارج في أعراض المسلمين؟ كيف تريد للمسلمين أن يجتمعوا؟ كيف تريد للأسرة الواحدة أن تجتمع وهي تسمع هذا يتكلم فيها وهذا يتكلم في عرضها وهاتيك تتكلم في عرض زوجة أخته وغير ذلك من الأشياء؟ هذا الذي ينبغي أن نصحح فيه. نعم. المسار. يجب. نعم. أن نقول للناس تعالوا، الصوم جنة،
لكن ما هو الصوم الذي أوجبه الله علينا؟ الله أوجب علينا أن نمسك عن الأكل والشرب، لكن قبل ذلك أن نطهر قلوبنا. الله أوجب علينا أن لا نشرب، لكن قبل أن لا نشرب أن لا نتكلم بكلام بذيء. الله أوجب علينا أن لا نفعل الشهوة مع الزوجة، لكن قبل ذلك أن لا نفعل المحرمات في إعراض المسلمين. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يقولها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يسأل الصحابة: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا في الجار، فما بالك بالأخ، فما بالك بالقريب، فما بالك بالزوج، ما بالك بالأخ، فما بالك بالقريب. هذه المسألة مسألة تحتاج إلى 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 معالجة. نعم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. نكمل هذا. جزاك الله خير دكتور عبد الله. بعد أن نأخذ اتصالات من الأخت أم صالح من حفر الباطن. أهلا وسهلا بك يا أختي، تفضلي أنت على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الله يجزاك خير يا شيخ، وفقكم يجعلنا وياكم صور الله إيمان وحساب. آمين، الله يجزاك خير، تفضلي. السؤال الأول أقول لشيخ، أنا بقى الشيخ أتكلم عن الناس يعني يتكلمون بالناس حتى يعني رمضان هذا يعني شوف فترة مبارك هذا، واحد ما يبالي يعني شيخ يتكلم عن الناس الله يسامحه إن شاء الله يعفو عنه، قال فلان وقال فلان يا شيخ وكذا، الشيخ يودينا نصيحة يعني. نعم. ثاني أختي. السؤال الآخر. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، ما تتأخر عن صلاة الظهر والعصر؟ حين خلون صلاة يا شيخ الظهر مع العصر، حين صلاة العصر الساعة 6 يا شيخ. طيب، في غير السؤال الثالث. تفضلي. كيف واحد يا شيخ راجع قلب، كيف واحد يا شيخ طهر قلبه يعني من الغل يعني شيخ الحسد وكذا، كيف واحد يطهر قلبه؟ نعم نعم، جزاك الله خير. الله يحفظك. الأخت فاطمة من النماص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت يا أخي بس أسأل الشيخ. تفضل، اسمعك الشيخ. انا الوالد جاءه جلطه تعبان وعنده ثلاث حريم. فاثناء الجلطه هذه اخواني انا جسمه يعني قاموا على اخواني من عمتي الثانيه على بالهم ان يعني الله سبحانه وتعالى خلاص عاد ياخذ وداته. لكن الله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم. اخوي واحد من اخواني طبعا هو امام في احد مساجد المدن. نعم. يعني أخذ الوالدة بجنبه كذا وحرض على الوالد ورفض أنها تزوره ورفض أنها وش أخذ يعني إن انقطع الوالدة الوالد. معليش الحين أخوك بغض النظر وش يكون وش زي أنا والله عليك عافية، بس شوي عشان نسمعك وش سوى أخوي. أخويا قاطع الوالد. قاطع الوالد وهو مريض. أيوة، وهو في أثناء يعني صراحة في غيبوبة. أي كان في غيبوبة. أوكي طيب. أيوة عشان خلاف بينه وبين أخواني. طيب وغيره اللي هم من عمتي الثانيه. وصلت الفكره. وغيره ايوه، هو اسمه والحين والوالد يوم طحي من الغيبوبه وكذا شاف ان الوالده واخواني هذول مو زاره نهائيا، فرمى يمين الطلاق على الوالده. شاف اخوانه وامه يعني شاف امه واخوانه مو ما يحضر ما يجون لامه يوم انه صحى من الغيبوبه، طلق نهائيا. وطلق الوالده. طلق الوالده. طيب ماذا قال وش قال؟ طلق يعني يقول تراه مطلقة بالثلاث يعني. هو رمى ثلاث طلقات في وقت واحد ولا قد طلق قبلها مرة؟ قبلها المرة طلق. طلق كم مرة؟ المشكلة في الأخ الحين إن الوالد يبغى يسترجع الوالدة، بس إن الأخ يتصل على الوالدة ويقول لها لا ترجعين نهائيا، لو مش لو رجعتي. طيب لحظة، والأخ هذا شقيق ولد الوالدة ذا؟ ايوه اخويا. طيب خلاص وصلت الصوره اختي، جزاك الله خير. ايوه بس انا ابغى اسال يا شيخ، هو الحين قاطعنا نهائيا وقاطعنا الوالد له سنه. طيب مو مشكله، هو اخوي الكبير قاطعين. طيب. الوالد نهائيا ولا يبغون يعني يتصلون عليه ولا شيء، واحنا نحاول نسعد الصلح بس هو رافض. طيب جزاك الله خير، وصلت الصوره يا اختي، شكرا لك. طيب يا شيخنا يعني الحمد لله الله يسر امورنا امور الاخوات المتصلات. الاخت ام صالح والاخت فاطمه كل كلامهم تقريبا لا يتجاوز صلاح القلوب. هذا الكلام اللي اتصلت اخت فاطمه واخت ام صالح هذا هو مجتمعنا يا شيخ. نعم. او بعض مجتمعنا. ليست نشاز هذه الصوره، ليست نشاز. وما ودنا نجامل بعد، بالعكس انه نعم. كثير في المجتمع هذا. طيب ما الذي جعلنا الى مثل هذا؟ هل نحن نعيش فقر مدقع أم ثمة بطالة ثمة فقر؟ المجتمع العام هل يعيش بفقر؟ هل نحن مثل أفريقيا؟ لا يا شيخ، موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اللهم صل وسلم كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم فأرم القوم يعني سكتوا
فأعاد صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم، فأرم القوم ثم أعاد فقال كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم، فتكلم عبد الرحمن بن عوف فقال نكون كما أمر الله وأمر رسوله، قال أو غير ذلك يا عبد الرحمن، تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون. هذا هو الواقع الأربع، هي واقع مع الأسف الشديد. إذن التصحيح المسار هو أن نرجع إلى كلمة سواء، نرجع إلى الصراط المستقيم، نرجع إلى أن يزيل الإنسان غله وحقده على إخوان المسلمين. يا أخي لا تظن أن إزالة الغل وإزالة الحن ما فيها خسارة، نعم ربما يكون فيها خسارة دنيوية، لكن هذه الخسارة الدنيا رفعة في الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. يا أخي حسن الخلق ليس أمر سهل، إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. نعم. يقول أنس رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ قال نعم يا رسول الله. قال عليك بحسن الخلق وكثرة الصمت، فإنه ما تقرب العباد ما تجمل الخلائق بمثلهما، كما روى ذلك الحديث أبو يعلى، ما تجمل الخلائق بمثلهما. الناس يظنون أن حسن الخلق أني إذا تكلمت علي أتكلم عليك. يا أخي هذا الرجل لا ينفع الإنسان صومه وصلاته وهو عاق لوالده، حتى لو أن والدك قد طلق أمك، ليس من العدل وليس من الإنصاف وليس من البر بالوالدة وليس من البر بالوالد أن تزيل هذه الغل والحقد. أنت تدري أنك حينما تحرم أمك من رجوعها إلى والدك قد تحرم أمك من الميراث، هذا إذا نظرنا بأسلوب دنيوي، لكن تحرم أمك ووالدك من اجتماع الكلمة وتوحيد الصف. يا أخي لا تظن أن الإنسان إذا حمل العلم يكون عالما على إطلاق، أو إذا حمل العلم يكون طاهرا للقلب. أخي اليهود جمعت العلم فما زاد غلها إلا بعد جمع العلم، إذا لابد من تصحيح القلب قبل العلم. ولهذا قال الله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إيش؟ بغيا بينهم. يقول ابن تيمية وليس الذي يثير النزاع والخلاف والشقاق هو الاختلاف بين المسلمين، إذ أن الاختلاف موجود في عهد الصحابة وقبلهم، ولكن الذي يثير النزاع هو الخلاف الذي فيه نوع بغي وعدوان، كما قال الله في حق بني إسرائيل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن البغي هو الذي يسبب مثل هذا. ربما الإنسان يظلم فإذا نصحته أتأك بالأحاديث وأتاك بالأدلة وأتاك بالأشياء ليبرر موقفه. يا أخي دعك من هذه الأدلة، دعك من هذه الأشياء، هذه لا تنفعك وأنت على غيك، هذه لا تنفعك وأنت على ضلالك. الأدلة يجب أن تتوافق مع كلام الله وكلام رسوله. أما الإنسان كل له وجهة نظر، لكن لا تجعل من قضيتك، ما تجعل من حبة أمرك قضية ومن قضايا أخوانك حبة. نعم، بل الله سبحانه وتعالى يقول يا شيخ في سورة القيامة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم. يعني حتى لو قمت ترجع وتعدل وتجيب أدلة أنه أنت صح، لا أنت عارف ذا الشيء وتدري أنك على غلط. المشكلة يا شيخ أن الأخت فاطمة تقول أنه أخوة حتى قاطع أبوها يعني في غيبوبة من قبل يطلق أمه قبل المشاكل ذيك. ولهذا أنا قلت هذا، ولهذا قلت يا أخي يجب أن يكون علمك يؤثر على جوارحك، يؤثر على قلبك، يؤثر على إخوانك. العلم الذي لا يحمل في قلوب الناس من المحبة ومن الإخاء هذا ليس بعلم نافع، لأن العلم النافع هو الذي يحبب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في الأثر خير الناس من حبب خلقه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. أما أن يكون إنسان يذهب إلى أمه ويقول لها بعدي عن والدي، أخي لو كان بين زميله وبين زميله وحصل الخلاف لكان من الواجب علينا أن نجمع بين المسلمين. إذا كان الكذب الصريح مشروع لإصلاح ذات البين فما بالك مع الأب ومع يا شيخ أمه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يا شيخ، مهو أبو أمي يا شيخ، هذان بابان من أبواب الجنة يا شيخ. الله مع الأسف هذا الآن يضغط على الأم أن لا تعود الأب، فهو عق أبوه الآن من جهة وعق أمه أيضا من جهة أخرى، عق والده
وعق أمه وعق أسرته وعق نفسه في الحرام. الوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ كما جاء ذلك عند الإمام أحمد بن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. بالنسبة لأم صالح يا شيخ، عشان بس ننهي أمرها لأنه خارج السياق، اللي هو جمع، تقول أحيانا تجمع الظهر مع العصر وأحيانا تأخر العصر إلى حول الساعة 6 تقريبا، يعني الحكم فيه؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين من غير عذر. نعم. وقد قال عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. فبعض الناس أحيانا ينام بعد صلاة الفجر ولا يقوم إلا العصر، فيجمع بين الظهر والعصر في صلاة، هذا حرام، هذا لا يجوز. لكن لو صلى قبل العصر، لو قام قبل العصر بعشر دقائق، لو قام قبل العصر فعل محرما، لأنه لم يصليها مع جماعة، وصلاة الجماعة واجبة. لا، بس مثل حالة أم صالح، هي امرأة، امرأة لا حرج إن شاء الله، قامت الساعة 2 وصلت لا حرج إن شاء الله، لكن أهم شيء أنه قبل تطلع الوقت، قبل يدخل وقت العصر. طيب، تأخيرها الصلاة لين الساعة 6، طبعا احنا المغرب يذن 7 إلى 4 هذا بالرياض وحفر الباطن ظاهر قبل. من المعلوم أن الساعة 6 قريب، خاصة في حفر الباطن قريب من 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 اصفرار الشمس. وهذا لا يجوز. وقد قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا، وهو الذين يصلون صلاة العصر بعد اصفرار الشمس وقبل الغروب، هذا محرم، وإن كانت صلاتهم صلاة أداء لكنهم فعلوا محرما. لأن هذا لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم، الله يجزاك خير يا شيخ. إذن تطهير القلوب، كيف نطهر القلوب؟ أنا أعطيك صورة، نحن ذكرنا صورة الإمام أحمد رحمه الله، يجلد ومع ذلك يعفو عن ذلك. أكثر من هذا، انظر أكثر من هذا، كان منصور بن محمد من المحدثين ويتكلم في الإمام أحمد مثل ما يوجد الآن، يتكلمون الآن منصور بن حاله حال بن دؤاد وغيره. لا منصور محمد من هذا الحديث، لكنه لأجل اللعاعة دنيا تكلم في أحمد، لأجل يحصل على دنيا تكلم في الإمام أحمد. بعدما تكلم في الإمام أحمد يخرج الإمام أحمد بعد 28 شهر فيرفعه الله سبحانه وتعالى فيتكلم للإمام أحمد. انظر الفرق بين العالم الرباني والعالم الذي يريد الدنيا، الذي يجعل قضاياه الشخصية مدينة مشخصة مؤدلجة. الإمام أحمد يخرج من السجن فيقول أحد طلبة العلم الصغار: يا أبا عبد الله، أنا أكتب عن منصور بن محمد. إيش معنى أنا أكتب؟ يعني أطلب العلم. إذا قالوا في المحدثين أنا أكتب يعني أطلب العلم، أخذ الحديث منه ندرس عنده. قال الإمام أحمد: أكتب عن منصور بن محمد. منصور محمد من أهل خراسان، وأهل خراسان يكثر فيهم القدر، يعني بدعة القدر، القدرية يكثر فيهم، ومع ذلك الحديث فيه قليل. فأحمد من باب تعظيم النص، من باب تعظيم الحديث، لو أنه لو منع من سماع منصور محمد عن الحديث ربما قل علم الحديث. انظر تعظيمه للنص، ومع أن منصور محمد فيه أخطاء لكن الإمام أحمد أمره أن يذهب إليه. قال: أنا أكتب عن منصور. قال: أكتب عن منصور محمد، إذا لم تكتب عن من تكتب؟ قال: فأسكت الرجل فأعاد. قال: يا أبو عبد الله، إنه يتكلم فيك. من الآخر، من الآخر، إنه يتكلم فيك. فسكت الإمام أحمد فأعاد السائل، فقال: يا أبو عبد الله، أنا أكتب عن منصور محمد. قال: أكتب عن منصور، فإذا لم تكتب عن من تكتب؟ قال: إنه يتكلم فيك. فسكت الإمام أحمد، ثم أعاد السائل الثالثة فقال: يا أبا عبد الله، يريد من أحمد كلمة؟ يقول وده نقول لا، وده لا، ما يريد فقط لا، يريد يتكلم في منصور حتى ينقلها للآخرين. أي. قال: يا أبا عبد الله، إنها في الثالثة، أنا أكتب؟ قال: أكتب عن منصور، فإذا لم تكتب عن من تكتب؟ قال: إنه يتكلم فيك. فرفع الإمام أحمد رأسه وقال: يا هذا رجل صالح ابتلي فينا فماذا نصنع؟ انظر يا أخي الكلمة، رجل صالح أثنى عليه الإمام أحمد وقال ابتلي فينا. الإنسان أحيانا، الرجل الصالح، الداعية، العالم، صاحب القلم، الصحفي، يتكلم في من هو من أهل الخير، ابتلى فيه، لكن واجب عليك أن تعيد رأيك فيه. وواجب علي من يتكلم فعلي أن أحسن الظن فيه وأن أقول ابتلي فيني، رجل صالح ابتلي فينا فماذا نصنع؟ ماذا تريدنا نصنع؟ هذا بلوى من الله سبحانه وتعالى. أحيانا أنا أبتلى فيك يا عبد العزيز وأتكلم فيك، أجعل القضية دين، هذا يريد كذا، هذا يريد كذا، هذا يريد تخريب، هذا أنا ربما تكبر عندي قضية معينة، فأنسى كل فضائلك، أنسى كل عملك، أنسى كل جهدك، فأتكلم في هذه القضية، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. من الذي مأساة قط؟
ومن له الحسنى فقط. كلنا يخطئ، كلنا يقع فيه خطأ، خاصة الذي يريد إصلاح الناس. أنا حينما أتحدث في في في, في تصحيح واقع المسلمين لا بد تحصل مني هفوة، لا بد تحصل مني زلة، لكن لا ينظر إلى زلتي أو إلى خطأي في جانب ما تكلمت فيه من تصحيح، في جانب ما تكلمت فيه من إعادة رجوع الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى واجتماع الكلمة فيما بينهم. هذا هو الذي يجب، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى اجتماع الكلمة، أحوج ما نكون أيها المسلمون وأيها المسلمات، نحن في هذا الزمن في هذا البلد المبارك أحوج ما نكون فيه إلى اجتماع الكلمة منه هذا عن غيره. الأعداء يتربصون بهذه الأمة، الأعداء يتربصون في هذه البلد شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فإذا لم تتحد صفوفنا على كلمة واحدة وعلى رأي واحد وعلى علمائنا وعلى ولاة أمرنا، فإن الأعداء يتربصون بهذه الأمة الدوائر. ولا بد حينما نجتمع الكلمة تجتمع في البيت، فإذا اجتمعت في البيت اجتمعت في جماعة المسجد، فإذا اجتمعت في جماعة المسجد اجتمعت في الحي، فإذا اجتمعت في الحي اجتمعت في جامع الحي، فإذا اجتمع في جامع الحي اجتمعت في المدينة كلها، والمدينة بعد المدينة، وهكذا وهكذا حتى تجتمع الكلمة المسلمين. يجب أن نسحب القلم ممن يتكلم في واقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم في المنطقية، هذا كذا وهذا منطقة كذا وهذا منطقة كذا، يجب أن نزيل عنه القلم المناطقية هذه، يجب أن نزيل عنه القلم، لأننا أحوج ما نحتاج إليه إلى اجتماع الكلمة المسلمين. نعم لا بد من تصحيح الأخطاء، إن التناصح البناء الذي يكون فيه إصلاح الخطأ مع الإلفة مع المودة مع المحبة، لا يكون تصحيح الأخطاء هي الفضائح، لا يكون تصحيح الأخطاء هي التعيير، لا يكون تصحيح الأخطاء بوضع هاشتاج ويتكلم في فلان وفلان. تصحيح الأخطاء أن نجتمع نبين ونقول ما بال أقوام ما بال أقوام، أما أن يكون هذا هو ديدن الإنسان، وربما يكون الإنسان لا يستلذ بطاعة لا يستلذ بقراءة، يقرأ القارئ ويبكي الإمام وهو لا يشعر بلذة وهو لا يشعر بخشعة وهو لا يشعر بخشوع، هذا قل لي بالله عليك ما هذا. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول من قرأ القرآن ولم يخشع فالقلب مدخول. راجع قلبك ترى القلب مدخول. إذا أنت تقرأ الآيات تتلى والقرآن يقرأ بين يديك ويبكي من يبكي وأنت لم تبكي، فاعلم أن القلب ليس قلب سليم. القلب مليء بالإحن، القلب مليء بالشحناء، القلب مليء بالبغضاء، لا بد أن نزيل الإحن، لا بد أن نزيل البغضاء، لا بد أن نزيل الشحناء. أبو العباس بن تيمية رحمه الله، الذي الواحد منا اليوم يا أخي عبد العزيز إذا أراد أن يرجح قولا قال اختاره ابن تيمية، اختاره أبو العباس بن تيمية. لماذا فضل هذا الرجل في هذا الزمان؟ تراه في زمنه كان يقال عنه إذا كان شيخ الإسلام هو إذا كان ابن تيمية شيخ الإسلام فقل على الإسلام السلام، كان منهم من يتكلم في ابن تيمية. لكن الله يظهره سبحانه وتعالى ويخرج من أصلاب أمهات من أصلاب رجال من يتكلم ويظهر شيخ الإسلام ابن تيمية. ممن تكلموا فيه؟ ممن يظهره سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كان ينصر الحق، لأنه كان يجمع الكلمة المسلمين. يقول رحمه الله بعدما سجن في قلعة دمشق، يقول لإخوانه، يكتب لإخوانه، يقول إني لا أحب أن يؤذى مسلم بسببي، إني لا أحب أن يؤذى مسلم بسببي، وكل من آذاني فإني جعلته في حل. وابن مخلوف هذا من قضاة المالكية، قاضي كان يتكلم في ابن تيمية وآذى ابن تيمية ويقول للوالي أسجن ابن تيمية فإذا كان ثمة ذنب فأنا أتحمل عنك يوم القيامة، أعوذ بالله. يقول أسجن ابن تيمية، يقول ابن تيمية وابن مخلوف هذا مهما عصى الله في فلن أزيده إلا أن أطيع الله فيه، ويكتب لإخوانه أتركوا الأمر هذا بيني وبينهم يوم القيامة وأنا عفوت عن ذلك، وإن كان لكم تريدون أن تنصروا أخاكم فإني قد عفوت، فارجعوا إلى بيوتكم واجمعوا كلمة المسلمين. فنحن أحوج ما أحتاج إليه إلى جمع المسلمين. وابن الزملكاني من فقهاء الشافعية يؤذي ابن تيمية ويسجن ابن تيمية، ونصر المنبجي يسجن ابن تيمية، فيخرج ابن تيمية فيقول الوالي لابن تيمية ما ترى في هؤلاء، نصر المنبجي وابن الزملكاني وابن مخلوف، ما ترى في هؤلاء؟
يتمنى يقول ابن تيمية عنهم ويسجنهم. قال ابن تيمية: اتق الله أيها الوالي، فإن هؤلاء علماء الإسلام، فهم وين أخطأوا فهم خير من عامتهم، فهم وين أخطأوا فهم خير من عامتهم. يقول ابن الزملكاني بعدما عرف عفو ابن تيمية قال: ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر، هو آية في الله ظاهرة، هو أعجوبة، هو آية الدهر. إذن المسألة تحتاج منا جهد يا أخي عبد العزيز، تحتاج منا إلى ممارسة، تحتاج منا إلى دربة. تعود يا، لا تقول أختي تتكلم فيني أنا ما أذيته، لن أسلم عليه لكن ما أذيته، لا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا هذه هو الواجب. نعم، اسمح لي شيخ الآن في قصة ابن تيمية، بس حتى لا يؤخذ، لا يلبس على من يسمعنا، وحنا يعني نحسن الظن بالجميع، لكن استدراكك على بعض أئمة الشافعية والمالكية، نحن أنت لا تمذهب المسألة لا الآن، أنت فقط تستدرك، لا لا لا، أن تعرف بالأشخاص الذين ذكرتهم. نعم، هذه وهذا التاريخ، لو أردت نسرد لك قصة ابن مخلوف لماذا، هذه قضية. نعم، كان، لكن أنا أتكلم عن يسمى فقط تعريف. نعم، من باب التعريف. بالنسبة أيضا لقصة الإمام أحمد الحنبل وابن محمد، أنت قلت لي صالح منصور بن محمد. منصور بن محمد، نلاحظ يا شيخ أن منصور بن محمد أيضا قدري، وهذه نقطة. لا ليس قدرية، أنت كان هو يعيش في زمن خراسان. نعم، وأهل خراسان يكثر فيهم القدر. منصور بن محمد ليس قدرية من أهل الحديث، لكنه يتكلم في الإمام أحمد، يعني يتكلم في أشخاص بعض أهل العلم. نعم، أحمد محمد لم يتكلم فيه، لعلمه أنه لو تكلم في منصور محمد لانتشر القدر. نعم، هذا هو الواجب. نعم، نحن الآن في هذا الزمن يجب أن نجمع كلمة المسلمين، يجب أن لو وجدت عليك خطأ أيها الداعي عبد العزيز، لو وجدت عليك خطأ، لكن أقول أبين له الخطأ، لكن لا أهدر كل أعمالك. نعم، بسبب خطأ أو خطين ولا أول لا أقرأ تحت السطر ولا فوق السطر ولا دون السطر لأجل أن أجعل الناس يبغضونك. لا. نعم، نحن أحوج ما نحتاج. نعم، إلى جمع الكلمة. نعم، إلى توحيد الصف. نعم، إلى أن تكون أمة واحدة في قلبها وقالبها، ليس بين إخوانها إلا الإخاء والتناصح. نعم، البناء. وحنا طبعا بقي لنا دقيقة الآن، لكن بشكل سريع شيخ، أيضا أنت استدركت يعني قصص من قصص أئمة المسلمين، أيضا القصة العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، قصة يوسف عليه السلام وإخوانه. نعم، لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم نحن. نعم، لكن أنا بعطيك صورة واقعية. شيخنا عبد العزيز باز، الله يرحمه، شيخنا عبد العزيز باز يقول أحد الدعاة: سألت الشيخ، قلت يا شيخ والله لا أعرف صغيرا ولا كبيرا ولا عربيا ولا أعجميا إلا يدعو لك يا شيخ، ماذا كنت تفعل؟ قال: فجعل يضرب على ركبته، والقصة طويلة، لكن جعل يضرب على ركبته، ثم ألح عليه السائل فقال: اسمع يا فلان، والله لا أنام نومتي ولا أعلم بين إخواننا شيئا إلا حاولت أن أصلح ذات البين، ولا أحمل في قلبي غلا على أحد من المسلمين. هذه الذي بلغت به، وهذه التي قد لا يقدر عليها كثير من المسلمين. إذن المسألة بحاجة إلى تصحيح مسار، والتصحيح سهل الحمد لله. أولا، إحسان الظن بإخواننا المسلمين أهم شيء يا أخي عبد العزيز، أن نحسن الظن بإخواننا المسلمين. نعم، لأن إحسان الظن هو الذي يجعل الإنسان يعمل الخير لإخوان المسلمين. إذا أنا أسأت الظن فيك فإني لا أعمل معك الخير، لكن إذا أحسنت الظن فإني أعمل. هذا واحد. الثاني، صيام 3 أيام من كل شهر من غير رمضان. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. نعم، الثالثة، التناصح الذي يكون مع اجتماع الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن مسلم. ثم قال: إصلاح ذات البين. نعم، والله أعلم. جزاك الله خير، حتى لا يتوغر صدر زميلنا عبد السلام مخرج الحلقة، مضطرين نحن أن ننهي هذه الحلقة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين حيثما كنتم، موصول الشكر من زملائي في فريق العمل، من الإخراج عبد السلام أحمد، ومن الإعداد أنس البواردي، ومن التنفيذ فهد العتيبي. هذا عبد العزيز العويس، أتمنى لكم أطيب الأوقات وأمتعها صوما مقبولا، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال، لا تنسونا من صالح دعواتكم، في أمان الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.